كيأتي في إطار البرنامج التنموي الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء. المشروع يتكون من جوج المحاور الرئيسية، المحور ديال العيون لتزنية العيون والمحور ديال العيون الداخلة، هذا جوج المحاور لأن المحاور مختلفة، وكيتكون من 30 مقطع على طول هذا 1055 كيلومتر، وكيتكون من 16 قنطرة منشأة فنية كبرى. هذا هو التكوين الأساسي من تزنية حتى الداخلة. من طبيعة الحال تزنية قلميم هو مسار جديد بمواصفات عالية جدا. المشروع عنده خصوصيات، فيه مدارات في جميع المدن، في تيزنيت، في قلميم، في طنطان، في الوطية وفي العيون اللي غيكون في واحد المسار كبير. الأشغال بصفة عامة حاليا المشروع ككل تجاوزت 80%، الأشغال انتهت ب 840 كيلومتر زائد 12 منشأة فنية انتهت بها الأشغال. والأشغال ملي كتنتهى في مقطع ولا ورش، حنا ملي كنديروا التجارب اللي هي مطلوبة وكنديروا كذلك التشوير العمودي والتجهيزات ديال السلامة الطرقية، كنفتحوا هذه المقاطع هذه لحركة السير. الجائحة وهذا الشيء ديال الأسعار يأثر يعني سلبيا بعض الشيء على الأجل المحددة. إذن المشروع إن شاء الله من ناحية الطريق السريع غادي ينتهوا الأشغال إن شاء الله نهاية السنة الماجية إن شاء الله بحول الله. الطريق كما كتعرفوا عنده أهداف استراتيجية كبرى، زيادة على الربط ديال الجهات ديال المملكة بينها، وزيادة على الربط ديال مناطق التصنيع وديال الإنتاج وديال التصدير هذه داخل المملكة. فهو عنده يعني أهداف استراتيجية، خاصة ربط المملكة الشريفة بالعمق ديالها الإفريقي.